الله يسعد لي صباحكم حبيب قلبي، كيفكم؟ ما بعرف إذا سمعتوا بالبداية صوت العصافير. اليوم ما صورت لكم الجنينة لأنه كتير مستعجلة، بدي أعمل عجينة البيتي فور مثل ما طلبتوا مني. كتار كتبوا لي بالكومنتات يا ليلى عملي معروف، اعملي لنا حلو العيد المعمول البيتي فور الكعك المرقد، تنعرف شو هن المكونات تنجيبهم قبل بوقت. فتكرم عينكم، انا جبت هاي المكنه مثل ما شفتوا، انا كنت جايبه غير مكنه من عند الاوتلت سيد، بس حبيت فرجيكم هاي المكنه كمان جايب منها جديد، جاي شكلها لفرجيكم اياها على الكرتونه بالاول تتفهموا انا شو قصدي. شايفين كيف بيجي شكلها؟ صارت متوفره عند الاوتلت سيد لانه كتير سالتوني عنها. انا قلت لكم بوقتها من هيداك الموديل ما كان في الا اثنين، بس من هيدا رجع جاب. فهي هي مكانة البيتي فور، ورح احكي كمان بالنسبة للناس اللي ما عندهم اياها لهي المكنة، ما انا مشكلة ابدا. رح نعمل كم قطعة بواسطة الكيس الحلواني. فهلا بنقعد بنركبها على مهلنا، وجاي معها هول الروس تعطينا اشكال كتير حلوة للبيتي فور. كتير اشكال فينا ناخد، وفي هول الراس يلي مثل القمع بنعمل منها الكريمه وهيك قصص. فيلا تنبلش بالعجينه وبعدين بنركب هذا الجهاز. هو اجمالا كيف بيتركب؟ طبعا انا رح غسله، شايفين؟ انا رح غسله قبل ما احط العجينه فيه، جاي على شكل السشوار. واكيد من هون بنبدل الروس. بداية بدي الزبدة مثل ما شايفين، الزبدة أنا هلأ طلعتها من البراد، ما بدي إياها تكون لينة أبدا. مكونات البيتي فور كتير سهلة، فبدي 250 جرام من الزبدة، هاي 200 جرام، وراح أخد كمان 50 إجمالا. بعلب الزبدة بيجي مثل المسطرة 20 30 40، هنزبطها مزبوط تعرف اقطعها صح. فنوعية الزبدة وطيبتها كتير بتأثر على طعمة البيتي فور عندكم. بضيف لك كوب من السكر البودرة. هلا ممكن حدا يسألني طب يا ليلى فيني استبدل الزبدة بالسمنة؟ هلا في ناس بتستبدلها، بس أكيد الطعمة رح تختلف عندكم ورح تنجح معكم البيتي فور، ما بقلكم لا، بس الطعمة رح تختلف لأنه كلياتنا معودين على طعمة البيتي فور هي طعمة الزبدة. وهلأ حبيب قلبي رح أضربها بالمضرب الكهربائي. إذا ما عنا مضرب كهربائي عادي جدا بإيدنا فينا نخلط المكونات مع بعضها، وإذا عندكن عجانة حطوها بالعجانة وريحوا بالكم. بسم الله. والله أنا حبي أعملها أول شي بإيدي لأنه خايفة من السكر البودرة يتطير ويجوي للمطبخ، فرح أعملها شوي بإيدي بعدين رح أضربها بالمضرب الكهربائي. حابه افرجيكم كل المراحل لحتى تنجح معكم من اول مره، لانه حرام انه تتكلفوا وتحطوا مكونات اخر شيء تفشل معكم. وبرجع بقولكم انا دائما انه السر بطريقه التحضير اكثر ما هي بالمكونات. ممتاز، هلا صار لي قلب اضربه بالمضرب الكهربائي. برجع بذكر انه عادي جدا انكم تكملوا الشغل بايديكم اذا مش متوفر هذا المضرب. شايفين كيف برضو حطيت قماشة مشان ما يطرطش، هيدي حيال كمان فيكن تتبعوها بهيك حالات. ضروري تمني عم اخفق لحتى يصير القوام كريمي. هلا مثل ما شايفين هذا القوام عندي مش كريمي، كأنه سمني، فبضل عم بخفق تيصير القوام كريمي، لأنه مجرد ما ضيف الطحين ما بقى فيني شد بالخفق تا ما يتفعل الجلوتين بقلب الطحين. Thank you.
بنزل الحواف بهاي الطريقة مش أقل من مرتين، برجع بكمل خفق. تمام، هلا مثل ما شايفين القوام صار كريمي. هلا بدي اضيف البيض، ضيف بيضة كاملة وصفار بيضة تانية. الصفار بيعطيها هشاشة مش طبيعية للبيتي فور. قدر ملعقة صغيرة سكر فانيليا، برجع بخفق. بسم الله. لاحظوا هلا شغلة، بدي احكي شغلة، لاحظوا هلا كيف حيقطع. بدي دلني عم اخفق لحتى يرجع يجمع ويصير مثل الكريمة. خلص هلا صار وقت انا اضيف الطحين. كمية الطحين اللي بدي اضيفها كوبين ونص من الطحين. طبعا الطحين بده يكون منخول، وبالنسبة للبيض حب يقول انه البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، والوقت اللي خفقت البيض مع الزبدة والسكر كانوا شي دقيقتين تقريبا. وهيدا نص، صاروا كوبين ونص. طبعا بهالمرحلة بشيل المضرب نهائيا على جنب وبقلب بالسباتولا. ما بعجنهم عجن، بتمني عم قلب لحتى الطحين يندمج مع بقية المكونات تيضل البيتي فور عنا هش. يلي بيرتاح بإيده بيقدر كمان يخلطهم بإيده. العملية هي عملية ردم مثل ما بيقولوا، مش عجن. ما بقعد بعجن مثل عجينة القطايف الفطاير. يا ربي شايفين القوام حبيب قلبي، لاصقة بس مش كتير. يعني اولا اهم شيء مثل ما قلت لكم انه ما بدي فعل الجلوتين فيها بكثرة العجن. مجرد انا بلما لما بشقفل العجينة هيك، شايفين مثلا لما بشقفها هيك بتنشقف شقف، ما بتمط مثل عجينة الفطاير. فهي هي الطريقة المضبوطة. وقوامها بالايد انه لما بشيل، شايفين هلا هي بتلزق شوي صغيرة مش كتير. هيك المفروض يكون القوام. انتو بالنسبة للطحين ضيفوا الطحين شوي شوي، لانه طحين عن طحين بيفرق، من سوبر ماركت لسوبر ماركت بيفرق، فما بيكون من بلد لبلد. حبيب قلبي دايما انا بقولها لهيدي الملاحظة، فالطحين اللي انا بعطيكم عياره انتو ضيفوه شوي شوي. هلا بدي احكي شغلة كتير مهمة. الطقس نحن عنا بلبنان بارد، وبارد كتير. فالمطبخ عندي انا متقصدة تاركته بارد مشان اعمل هالوصفة برياحة. إذا مطبخكم دافي حطوا العجينة بهاي المرحلة بالبراد لمدة نص ساعة، ثلاثة أرباع ساعة، بعدين اشتغلوا فيها، إن كان بالقمع الحلواني أو بمكانة البيتي فور. أنا لأنه المطبخ عندي بارد والعجينة ما شاء الله تبارك الرحمن رائعة، فمباشرة رح أشتغل فيها. طبعا الجهاز تغسل وتنشف، وأنا اخترت هذا الراس. ممكن غير كذا راس خلال التشكيل، بس مبدئيا رح اجرب هذا الراس لاشوف كيف بيطلع شكله وبقرر بعدين. وعلى فكرة حبي اعمل انا البيتي فور بالشوكولا كمان، بس بدل الكوبين ونص طحين بحط كوبين طحين ونصف كوب من الكاكاو. بستبدل يعني نصف كوب لطحين بنصف كوب من الكاكاو، بيصير عندي بيتي فور على شوكولا. تفرجيكم طريقة التركيب إذا كان عندكم نفس المكنة أو إذا رحتوا لعند الأوتلت وجبتوها. تمام، كتير سهل ولا أسهل من هيك. وبشد على هذا الرأس مشان ما تفلت. يلا حجيب الصينية. بالنسبة للصينية فينا نستعمل الصينية اللي نحنا منحبها، فينا نحط فيها ورقة زبدة، فينا لا. انا رح احط فيها مفرش السيليكون، هيك هيك متوفر عندي. اذا ما عندكم لا مفرش سيليكون ولا ورقة زبدة، ادهنوا الصينية بشوية زيت وامسحوها. ليش؟ لانه اذا كترتوا زيت البيتي فور ما بقى ينزل. فليكو رح جرب انا اول تجربة قدامكم لحتى نشوف انا وياكم هالمكنة كيف بتشتغل. بسمي بسم الله. بعدهم عم يطلعوا لأن العجينة كانت بعيدة.
شوفوا حبيب قلبي، هلأ أنا عم جرب، هي أول تجربة لإلي. مثل ما شايفين أول شي كبسة كبسة صغيرة طلعت عندي قطعة البيتيفور صغيرة بهيدي الطريقة. فكل ما بطول مثلا لأكل قلبهم، وهي إذا بنتركها بتضل تنزل، فبشيلهم بردهم على الجاط بسمي بسم الله، بنطر ثانيتين برفعها، منظبط الأطراف بإيدنا بهاي الطريقة. فليكو انتو فيكم تختاروا اي حجم هو المناسب اكتر ليكو بدل يطلع، فبدو يكون شغلكم سريع. انا عم بعمل هيك لاني عم صور، فليكو رح طول اكتر هون بالكبس. بنطر شي ثانية قبل ما ارفع الجهاز. واو جميلة جدا، انا برأيي هاي اجمل وحدة، رح اشتغل على هالاساس. ممتازة ممتازة، ليكو كيف بضلوا يطلع. فهولي رح شيلهم، هولي ما بدي اياهم، ما عجبني شكلهم كتير. منشيل هولي ومنكمل على هالاساس، وفيني غير الراس على حسب انا اي نقشة بدي. ممتازة، وطبعا رح اعمل بالكيس الحلواني يلي ما عنده هذا الجهاز، كتير حبيت. منظبط الراس بهذا الشكل كتير مرتب. هاي نقشة تانية، شو رأيكم؟ كتير حلوين. هاي نقشة التالتة، ليكو ما أحلاها؟ شايفين ما أحلاها؟ بس المهم نعمل هاي الحركة بإصبعتنا من بعد كل وحدة. انتوا قولوا لي أي وحدة أجمل وحدة؟ والله شو حلو الواحد يقعد يتسلى ويتفنن. هول هن الأشكال اللي بوصل عنا إياها. هلا رح اجرب قدامكم الكيس الحلواني. هلا هيدا الشكل بيطلع لي كانه بلح الشام، هيدا الشكل، هيدا انا ما بفضل انه نستعمله، وهيدا الشكل كمان بيطلع لي على شكل بلح الشام بس ع اصغر. فافضل راس ممكن نستعمله للبيتي فور هيدا الراس اللي بيجي هيك سنين صغار صغار. في عنا هيدا الكيس، وفي عنا اي كيس عادي، كيس الحلواني العادي فينا كمان نستعمله، بس طالما هيدا جاي مع هيدا الكيس رح استعمله هو ذاته. انا حط الراس ونسك ورح اعبيه من العجين، باخد من العجين، فيني اخد بايدي، فيني اخد ليكو مثل ما قلت لكم هيدا هو قوام العجين حبايب قلبي. برجع بقول إذا مطبخكم كان شوب حطوا العجينة بالبراد، استعملوا يلي بدكم تستعملوا والباقي ردوا على البراد لحتى تسيطروا على العجينة. رح كتر شوي مشان ما كل شوي أعبي بقلب الكيس. تمام، يلا حنبلش نشكل. والله الأشكال عم تطلع جميلة جدا، يعني أحلى تسلية ندخل الأولاد معنا بالمطبخ ونتسلى نحن وياهم بهذا الشغل. كبروا القطعة صغروها مثل ما أنتوا بتحبوا. هلا حبايب قلبي بدي أقول ملاحظة كتير مهمة، إنه قبل ما نشوي الصينية كاملة بالفرن منحط كم حبة منشوف. هلا انتو عم تشوفوا الاشكال، شي شكل شي شكل تاني، هول ولادي عملوهن، بس قلت بدي اشوي لهم اياهم ولادي الصغار
لانه بدهم يدوقوا. احترقت، شايفين؟ ممتاز. يعني انا هون بعرف انه البيتي فور ما عم يفلش عندي بالفرن، شكله كتير ممتاز، عم بيحافظ على شكله هو عم يستوي. انا مشغل الفرن بس من تحت، درجة الحرارة 180 وبالرف النص ثانية، فاول ما بياخد لون خفيف من تحت انا رح طلعه. هلا بالنسبة للون ازواق، في ناس بتحبوا ياخد لون، في ناس لا، نحن معودين البيتي فور يكون لونه فاتح عنا، فرح طلعونا. الله وكيلكم العيلة كلها بالمطبخ. هلا هيدي كمان عم بيساعدني. فهي الصينية عملتها بلا ورقة زبدة، بلا ورقة سيليكون، حتى فرجيكم انه كمان بيزبط. احلى شيء بسكويت العيد، بيتي فور العيد المعمول، نتشارك فيها مع كل العائلة، نعمل احلى جو بالبيت. ما اجملهم. بس هيدي في شيء انت عم تطلعه صغير، في شيء عم تطلعه كبير؟ مش بيعرفني. يعني بدها الوحدة تمرس عليها شوي. ايه هي على الممارسة، وحدة ورا وحدة وبتزبط. ما اجملهم. ننطر ثانيتين بعدين نرفع الجهل. لا لا على فكرة، يعني ولو تقطيع زيادة او ناقص تعطي شكل جديد. تعطي شو؟ شكل جديد، يعني نفس الراس هو زيته. ايه مزبوط، ليكو هذا نفس الراس، ليكو هذا الشكل، ليكو هذا الشكل. غير هو نفس الراس. وعلى فكرة لأن العائلة كلها بالمطبخ، أنا وجوزي والأولاد، فالصواني اللي عم تجهز عم تحطهم بالبراد. ليه؟ لأنه المطبخ صار دافي من ورا الفرن، لأني مشغلة الفرن. فعم حط الصواني بالبراد لبين ما استوت صينية بطلع صينية. يا سلام يا سلام على روايح العيد، يا سلام. هاي الصينية بناء على طلب حدا بالبيت قال بده يكون لها لون، فتركناها تاخد لون زيادة. بس كمان يعني يكون سخني ما فيني ادقرة، هلا طلعتها من الفرن. ففيكن انتو تعطوها لون بالقدر يلي انتو بتحبوا. عملت هلا عجينة تانية على شوكولا، مثل ما قلت لكم، بدل الكبايتين ونص طحين حطيت اول شيء نص كوبايه كاكاو. اول شيء بضيف الكاكاو مشان اخلطهم كتير منيح مع الزبده والسكر، بس يندمج الكاكاو بحط الطحين. بس للامانه هالمره اخذت معي طحين اقل، يعني ما اخذت كبايتين، اخذت اقل لحتى صارت معي بهذا القوام. شايفين برجع بشدد على القوام يكون لاصق بس قادره اتحكم. يعني شايفين كفوفي ايدي كيف صاروا، بس انا قادره شكلها هيك، لازم يكون القوام. انتو حسب الطحين اللي عندكم اياه قدروا تقدرين. حبيب قلبي يلا رح نبلش نشكل على شوكولا، الولاد كتير متحمسين. تعالوا أعطيكم لقطة بالمطبخ هلأ الأجواء كيف عاملة. يا سلام، يلا حنبلش بالشوكولا. يلا بعملها بهذا الشكل، حطها مشان ما تتوسخ المكانة من برا. كمان فيني نعملها بالكيس الحلواني، بس والله هالمكانة بتريح. يعني انا صرت اتشجع ضلني اعمل بيتي فور بسبب هالمكنه. منيح الاد ولا خفف يا هيدي؟ لا منيح. فولناها للاخر. يلا بدي فرجيكم هاي الصينيه يلي ما حطيت لها ورقه زبده، شايفين؟ دغري بينزاحوا لانه اصلا هي كلها زبده، فدغري بينزاحوا بيطلعوا من قلب الصينيه، لانه ما شاء الله الكميه كبيره فعم نفضي الصينيه. عبالي زينهم شوي بالشوكولا، هني على الشوكولا حط له نفسي هيك بالنص. لازم نفتح باتيسوري انا وياك، نفتح لنا شي باتيسوري. هيدي اطيب بيتي فور، بيتي فور هادي وليلى. شو؟ انت لا 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 هلا بتنعسهم. انت مع الفكرة ولا منك مع الفكرة؟ والله يا ليلى فكرة حلوة. نعمل باتيسوري انا وياك. بتعرفي انا سابق صرت عم بحب هيك الطبخ الكوكينج. والله والله يقبرنا. يعني حتى هيك بيطلع بيدي يعمل شغلات تسلية. أنا بعتبر الطبخ والهيك قصص والحلو تسلية، يعني لما بيكون ضيق خلقي بفوت على المطبخ بعمل شي بحس حالي خي طلعت اتسليت. ليكو ما أجملهم هول العشوكولا.
كتير حلوة هالنقشة هاي، هاي بتجنن كتير حلوة. عن جد مثل ما قلت، إذا نحن زدنا أو نقصنا لكم بيطلعوا أشكال غريبة عجيبة، بس كله حلو. ما أحلى هالأشكال، ليكو هاي على أساس شجرة، وردة، نجمة، كمان نجمة، كتير أشكال. ليكو هي شو مرتبة، هي كتير مرتبة. ليكو ما أحلاها. ليك هي حلوة. إيه كتير، هي هاي كمان أنا قلت عنها حلوة. هي أول صينية شوكولاتة طلعت من الفرن، لفرجيكم إياها عن قريب. كمان عملناها بدون ورقة زبدة أو ورقة سيليكون، ليكو هي وساخنة أصلاً بتتحرك. ما بيلزقوا ابدا بالصينيه. ما شاء الله، غير الشكل، غير الشكل. هلا هون حبايب قلبي انا بينتهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا، اهم شيء تكونوا استفدتوا اخذتوا المعلومات الكافيه عن البيتي فور. هلا صحيح انتهى الفيديو بس ما انتهت الريحه. الله اللهم اني صائم، شو بيصبرنا للفطور نحن. ف والله حبايب قلبي بدي اقول لكم انه اذا عملتوا البيتي فور قبل بوقت من العيد احفظوه بتبرويرات بقلب البراد، وما تحشوا مربى لانه المربى بتخليهم يتشتشوا قبل الضيافه بيوم واحد او كم ساعه. احشوهم مربى او شوكولا مثل ما انتم بتحبوا، وطبقوهم على بعض وغمسوهم بشوكولا سائل مثل ما انتم بتفضلوا وحسب المتوفر عندكم، وضيفوها لضيوفكم واستمتعوا فيها مع عيالكم، وريتوا صحه والف هنا. اتفعلوا زر الجرس وتكتروا اللايكات. بس بدنا نحشي مربى، بنحط شوية مربى هون، أطيب شي هو مربى المشمش، ومنطبقهم على بعض، منخلي الحرف على الحرف يكونوا هيك مرتبين، شايفين بهذا الشكل، ومنغمسها بالشوكولا إذا بدنا لنصها، ومنلتها بجوز الهند، سبرينجلز، أي شي نحن متوفر عنا، ومنضيفها بكون شكلها كتير مشهي. شو هيدا يا هادي؟ والله عجبتني، بدي اشوف فعليا مثل ما عم بيقولوا. بشو؟ قول عم بيقولوا انه ها بتشعل. برافو برافو، بتشعل الفحم. وين كرتونتها؟ هونيك. بتشعل الفحم؟ كيف بتشعلوا للفحم؟ والله مثل ما باين على الكرتونه انه ها، ما انا مشان هيك عم بسال على الكرتونه. ها بتحمى وبتجمر. بتحطيها بقلب فحمات او عوجهم او والله تحت منهم او شيء. يعني شو عم تعمل؟ بدي جربها هلا هون؟ هون لكوان. عم تمزح؟ طبعا. وريس بس اذا حطيناها بده يبلش هذا ولا في فأس؟ بلكي بلكي كهرباء بلكي شيء. ما بعرف هذا الشيء. منين جبتها؟ من الاوتلت صيد؟ اه والله. يلا شو بيجيب اشياء عن جد بتفيد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا شيء بسم الله. عمهلك عمهلك، ليه بتدقرا انت؟ اخ منك يا هيدي، مستغني عن حياتك؟ سيخي بلشت تسخن. ايه دخلك اذا حطيناها بسطل مي بيسخن السطل؟ جعانة يمكن باكي بتهريها بتصديها المي او شيء. لا انا برايي خلص، هي للمنقل، هي للفحم، هي للفحم. طياراتك فرجين من الكرتونه، كنا فهمنا اكثر. هي سيخي، هي طلعت دخنه. شايفين الدخنه؟ ليكو الدخنه جديده يعني. لا لك حاش كل ما بدنا نشعل فحم بدنا نجيب صفير الغاز. جيب صفير تحطي بقلها الشعالة وحطي
وجعج الدلي وما بعرف ايش يعني. لا هاي دغري حاطين قلبها الفحمات، بس انتبه هاي السيليكونية تاعي ما تنتزع، شيل اغراضي. بس والله بينتها شغلة، يعني منحط الفحمات بقلب المنقل ومنشغل هيدا الجهاز ومنحطه بقلب الفحم. ولك هيك كمان هيدا وبيشعل الفحم. رح جيب لكم الكرتونه وفرجيكم. هاي كرتونتها حبايب قلبي، شايفين كيف حطينا بقلب الفحمات؟ مهمة والله. 800 واط يعني ما بتسحب كتير كهرباء، بتعرفوا احنا بلبنان لازم دايما نسأل على الكهرباء. فرجيني انا حينك مزبوط لك هيك هيك. فهلا منزل منهم من الاوتلت، والله عجبوني. ما في غيرها، شو نزل منهم؟ عن جد؟ ما في غيرها. ليكو انتوا دايما طلوا لعند الاوتلت سيد، فبتلاقوا لقطات لقطات. شو هي هو الاول معرفه؟ ايه عطلق على الصوره مبين انه هيك بتشعل فيها، بتشعل الفحم. ايه بتقول حكي الماني ليه يعني ما بعرف. ايه والله اللي خدها شغله منيحه والله. هيك لا هي بتتعلق على الحيط. اه منعلقها على الحيط اللي ورا المنقل برا. وهي بتحطيها هيك وخلص تعلق. ساعة اللي بدك بتشيلها بتشعل فيها الفحمات. وبتشوي لحمة. كثير مهمة. الله نور. ليكي ليكي. انتبه على ايدك ما تحرق ايدك. لا يا هيدي ما تطلع ريحة النايلو هلا. ليكو اه جوازكم مثل جوزة. ليكو ايييي هلا بتطلع ريحة النايلو بالمطبخ. بس نتفة صغيرة. نتفة صغيرة. بدنا نجربها على الفحم فعليا. حنجربها بإذن الله. حطيتهم بهذا التابروير، هذا التابروير له غطاء محكم ورح حطهم بالبراد وقت اللي مثل ما قلنا وقت اللي بدي أقدم منهم لضيوفي بطلع وبطبق ليكو الغطاء تاعه. هذا هو الغطاء تاعه، رح غطيه وحطهم بالبراد، بيضلوا للعيد ولما بعد العيد.